بصح ما لازمش ديروا لامان في حتى واحد. راح نحكي لكم قصه تاع وحده طلعت الجامعه جديده ودارت لامان في كاع الناس اللي تعرفت عليهم جدد وطاحت في وحده عيشتها الجحيم. راح تشوفوا باللي الحكايه راحت بعيد بزاف بزاف. والحكايه صارت في نفس الاقامه الجامعيه اللي جايه في قسنطينه اللي حكيت عليها ديجا في فيديو اللي بزاف من الناس يقولوا عليها مسكونه. وراح تشوفوا باللي راح تتخلط في هذه الحكايه. صباح الخير يا وسهلا بكم خوتي الشركه بدو بتقدر كامل بخير اسكركم لعسكركم بيان. بعد ما حطيت الفيديو اللي حكيت عليه على الاقامه الجامعيه اللي جاي في قسنطينه اللي كاين بزاف يقولوا عليها مسكونه، كاين زوج بنات بعثوا لي في الايميل حكاوا لي الحكايات تاعهم الخاصه اللي صراو لهم في هذه الاقامه. زوج بنات ما يعرفوش بعضهم، القصص مختلفه وخيرت لكم قصه من هذه القصص باش نحكي لكم في هذا الفيديو. راح تشوفوا باللي حاجه واعره بزاف. اذا كانكم حابين تسمعوا الحكايه الثالثه المتعلقه بهذه الاقامه خلوني نفهم هذا الشيء. قولوا لي في الكومنتار ولا ديروا لايك ديروا سبسكرايب وفعلوا الجرس باش تلحق لكم الحكايه وما يلحقكم الحكايات الاخرين. نبداو القصه. ما تنساوش ثاني بلي رانا يوم في بث مباشر على 7 تاع العشيه في النيمو تيفي. ما تفرجوش هذا الفيديو وحدكم، بعتوها اصحابكم باش تفرجوها في نفس الوقت. طفي الضو جيبوا تبناج ويلا. القصة هذه تدور مع ثلاث أصدقاء اللي حكيت لي القصة، كاتيا وزوج صحاباتها زينب وسيرين. هادو ثلاث صحابات من أم البواقي ملي شفعوا على روحهم هما مع بعض، قراو مع بعض من السوام هما ينجحوا مع بعض، حتى لحقوا الباك نجحوا كيف كيف تاني، وممكن ينجحوا داروا نفس التخصص اللي هو علم المكتبات. كامل راحوا يقراوا في قسنطينة وقدروا يجيبوا غرفة مشتركة. الشومبرا بالضبط راهي في البلوك دي في تروازيام ايطاج إقامة تعليم جلي رقم 1. كاتيا قالت لي هذيك الشومبرا رديناها تشعل، صبغوها بالوردي اللون اللي يحبوه هذوك البنات وجابوا عفايس باش يحسوا روحهم في الدار. قالت لي كاتيا كي دخلوا ولا غنحس روحي في الدار كلش الات، كنا نرقدوا مليح، كانت امبيونس هايله. بصح كاين مشكل واحد اللي هو الضيق. هذيك الشومبره بزاف صغيره لثلاث بنات، وكي تجي تشوف مقابل الشومبره تاعهم كاينه شومبره كبيره بزاف. قد زوج خطرات الشومبره تاعهم وكاين غير زوج بنات فيها ما كانش ثلاثه. على كل حال اصطلوا روحهم من تما مليح وتعرفوا على هذوك الزوج بنات اللي مقابلينهم. وحده منهم اسمها نادا، وكاتيا قالت لي باللي هذوك الزوج بنات ناس ملاح. حتى لو دخلوا لهم في القصر قالوا لهم علاش ما نتبادلوش الشنابر، انتم راكم في زوج تكفيكم هذه الشومبره تاعنا وحنا رانا في ثلاثه حتى عندنا الشومبره تاعكم. نادا كانت فري حابه على خاطر الشومبرا تاع كاتيا وصحاباتها، ردوها بزاف شابه، كانت حابه تروح لتما. وصاحبتها ثاني كانت حابه تروح لتما ولكن ما حبش تروح هكذاك برك. قالت لهم لازم تبادلوا اداريا ماشي غير هكذا برك، تجيب السرير تاعك ونجيب السرير تاعي. كما كان الحال راحوا في خمسه للاداره باش يسيو يبدلوا الشنابر، ولكن الاداره ما حبتش وعلى حسب كلام كاتيا قالت لي كي عاد حنا السنه الاولى حقرونا وما بدونا حتى اهميه. على كل حال قالوا معليش، الضيق الضيق في القلوب كما يقولوا، وكل واحد حكم الشومبرا تاعو. بعد اشهر كاتيا وصحاباتها بداو يروماركيو واحد الحوايج ماهمش نورمال، كما مثلا البنات اللي مقابلين الشومبرا تاعهم نادي وصاحبتها ملي كانوا كل يوم وكل دقيقه مع بعض ولاو كاع ما يتلاقاوش. مام هادو الزوج بنات كي كانوا يتلاقاو مع كاتيا وصحابتها كانوا يقصروا في لي كولوار، دوكا صباح الخير وما يقولوا لهمش، يخرجوا من الشومبره يمشيو بالخف ومهبطين راسهم. وتاني كل ما يسيقوا هادو الزوج بنات اللي مقابلينهم تخرج من الشومبره تاعهم واحد الريحه تاع الخل قاصحه بزاف، تالمو قاصحه وين كاتيا وصحابتها ما يحملوش حتى يخرجوا من الشومبره تاعهم. بعد مورا ايام من هاد الملاحظات ما زادوش كاع سمعوا على هادو الزوج بنات اللي مقابلينهم. قالت لي كاتيا كي سقسيت الجماعه اللي يعرفوا ناديه وصاحبتها قالوا لها بلي ناديه بلوكات العام وراحت يعني ولات ما تقراش، وصاحبتها ما كان حتى واحد عنده خبر رسمي عليها، ولكن يقولوا باللي حبست القرايه بلا ما تبلوكي العام تاعها، وكانها كرهت وهربت من هذيك الاقامه باش تروح لدارهم. كاتيا وصحاباتها زينب وسيرين قالوا لازم نستغلوا الفرصه، مادام الشومبره هي فارغه لازم نروحوا ديريكت للاداره باش نديمونديوها، على خاطرش كانوا على بالهم باللي كاع البنات راح يهجموا على ديك الشومبره على خاطرش كبيره بزاف. كاتيا قالت لهم انتوما راحوا ديمونديو هذه الشومبره باش يمدوها لكم انتوما، في زوج راهم يمدوها لزوج بنات، هكذا باش يكون عندنا زوج شنابر، وحده كبيره وحده صغيره. هذه الصغيره الورديه نخليوها للطياب ولا للغسيل تاع القش، والشومبره الكبيره نديروا فيها حوايجنا ونرقدوا فيها. في ثلاثه عجبتهم الفكره، وبعد عده محاولات رايحين جايين للاداره قبلوا لهم ومدوا لهم المفتاح. البنات كانوا بزاف فرحانين من الشومبرة تاعهم الجديدة وأخيرا تهناو من الضيق اللي كانوا فيه، ولكن في اليوم الأول اللي باتوا فيه تما ديجا صرات عفسة غريبة. قالت لي كاتيا باللي أنا وصحاباتي سيرين وزينب رانا كبرنا مع بعض وتربينا كيف كيف، وكاين ثقة عمياء بيناتنا، وكيفاش يديروا مع الدراهم تاعهم كل وحدة تخرج شوية دراهم وكاع يطموهم مع بعض باش يولي صرف واحد ويقضيو منه كامل. هذاك النهار كي كانوا يوجدوا روحهم باش يرقدوا في هذيك الشومبرة الجديدة حطوا كاع الصرف تاعهم فوق الطابلة كالعادة كما موالفين يديروا، فرشوا وحكاو شوية ورقدوا. كي ناضوا غدوا الصباح اول حاجه روماركاوها ما لقاو حتى ظروف فوق الطابله، مارغري كانت ورقه تاع 100000 وبعد الصرف ما لقاو حتى حاجه وكانهم سرقوهم. بيان سور شكوا بلي كان واحد دخل في الشومبره وسرق لهم الدراهم، ولكن نطقت زينب قالت لهم انا ما ارتحتش لهذه الشومبره كامل، وتقدروا تقولوا بلي ما رقدتش كاع هذه الليله، سما وكان واحد دخل علينا الشومبره راح نفيق له باينه. قالوا لها بالك جوج دخل السراق ولا السراقه ما بين قوسين هذيك اقامه تاع البنات، سما كان احتمال كبير يكون طفله، سما قالوا لها بالك هي جوج دخلت انت داتك عينك من العيا ولا حاجه هكا. جوج هذاك النهار هما حاضرين من البنات الاخرين اللي راهم في هذاك ليطاج
الحاج، ولكن بعد ايام فاقوا بلي ماهمش غير دراهم اللي راهم يروحوا، كاين دراهم والماكله تاني. قالت لي كاتين حطوا دراهم في كاش بلاصه لقاوهم اختفاو، ولينا ما يمكن حطوا الماكله في كاش بواطه ولا لقاوها ما كاش، وتنمو كانت تقراب حتى فلسوا ولا ما كاش دراهم ولا يروحوا. هنا بيان سير تدهورت العلاقه ما بين البنات، ولاو يشكوا في بعضهم ولاو يشوفوا في بعضهم مرصعين. زادت ساءت الحاله في هذيك الشومبره على خاطرش في الليل من داك يشموا ريحه الطياب، وبالضبط ريحه القهوه قاسحه بزاف. كيحلوا الطاقه ما كاش الريحه، كيحلوا الباب كيف كيف الكولور ما كانش، هذيك الريحه جايه غير من هذيك الشومبره اللي راهم فيها. بالعقل بالعقل الحاله تاعهم بدات تدمر، يبكيوا بلا سبه ثاني، حكمنا الاكتئاب، ومام ثاني خلقوا المشاكل ما بين هادو البنات والناس اللي يعرفوهم. المشكل قالت لي كاتيا كان واحد العفسه سحريه في هذيك الشومبره، وكانها تجبدنا ليها لدرجه ولينا كاع ما نروحوش نقراو. قالت لي ما نروحوش ليكور، نروحو غير لي تي دي باش ما يحاوزوناش برك، وجوست نخرجوا من تي دي ما نروحو ني ادروت ني اغوش، حاجه تجبدنا الشومبره نروحو لهذيك الشومبره ونقعدو مريحين. الحاجه اللي نقدتهم هي تعرفوا على كاع البنات اللي راهم في نفس الطابق، تعرفوا عليهم لهدف باش يبدلوا شويه الجو، وثاني باش يشوفوا بالا كاينه وحده من هذوك البنات هي اللي راهي تدخل تسرق لهم دراهم والماكله. قالت لي كاتيا كي تعرفنا على هذوك البنات صدفه كانوا كامل من ام بواقي، وقليل منهم من عين مليله، وعلى حسب كلام كاتيا كامل كانوا ناس ملاح معاهم لدرجه وين دي فوا يروحوا يباتوا عند بنات وحد اخرين، والعكس ثاني كاين بنات ثاني يروحوا يباتوا عندهم. وقالت لي كاتيا باللي الاغلبيه يحبوا يباتوا في الشومبره تاعنا الكبيره على خاطرش مريحه وكبيره وتاتيري ثاني تجبد، مالغري كاين شنابر وحد اخرين كبار كما هي اكزاكت، ولكن البنات يحبوا يباتوا في هذيك الشومبره بالضبط. فهذيك الفتره كاتيا وصحاباتها سيرين وزينب ريحوا شويه، ريحوا على خاطرش ماهمش كل يوم يباتوا في الشومبره تاعهم ولا يباتوا في الشنابر تاع صحاباتهم ثاني، هذا الشيء خلاهم باش يديوا الراحه تاعهم اللي كانوا يستحقوها. مالغري كيجيو البنات يباتوا عندهم الصراحه حتى حاجه في هذيك الشومبره غريبه، ولكن يفطنوا بزاف في الليل وقد ما يرقدوا ما يشبعوش نعاس، وهذا الشيء ماشي غير فيهم ثاني، كامل البنات كيروحوا يرقدوا في هذيك الشومبره قد ما يرقدوا ينوضوا عيانين. على كل حال كان وحده من هذوك البنات اللي تعرفت عليهم في هذاك الطابق تكذب بزاف، وفي هذاك الوقت كاع البنات كانوا يامنوها على خاطر تعرف تكذب، جامي تقول لك واش كاين في راسها، توجو تكذب عليك باش تخمم في حاجه وحده اخرى ولا دير حاجه وحده اخرى وهي دير رايها. المهم واحد الخطره كانت يوم الخميس يعني غدوه من ذاك الويكاند، كاتيا وصحاباتها سيرين وزينب كانوا يوجدوا في روحهم باش يروحوا لام بواقي دارهم. جات هذه الطفله المسمومه قالت لهم كان غير تخلوا لي المفتاح تاع هذه الشومبره على خاطر تاع الصح لقيت راحتي فيها وحبيت نرقد فيها هذا الويكاند. قالت لها سيرين اه ما كاش مشكل، عطات لها المفتاح تاعها، على العلم كاين دوبل تاع هذاك المفتاح، واحد لسيرين وواحد لزينب. كما كان الحال كملوا وجدوا قشهم وروحوا لديارهم، جوزوا الويكاند تاعهم، ونهار السبت عاودوا ولاو الاقامه، وتما كانت الصدمه. يدخلوا الشومبره بالمفتاح الثاني تاع زينب، الكلمه الاولى اللي خرجوا من فمهم هي البسمله الاستغفار ويا لطيف، على خاطرش لاول مره يشوفوا هذاك المشهد. قالت لي كاتيا فوق الريزيستونس تاعنا وين نطيبوا كاين واحد البلع تاع لا مايونيز فوق القصبر، وواحد العدوى كانه غصن شجره ولكن صغير بزاف، واحد الورق واحد الحشاوش ما فهمناش وشنو هما. قالت لي بلا ما نحكي لك على ديك الريحه اللي شميناها، كاين تاني الجبه تاع سيرين اللي فيها واحد الدبدوب هنا في الوسط، قالت لي لقيناها مرميه في الارض وهذاك الدبدوب اللي تما مقصوص بالمقص وما كانش وين راح ما على بالناش. وفوق الطبله كان واحد الصاشيه كحله شويه كبيره، كي شافوا داخلها كان واضح وضوح الشمس باللي سحر، كاين العقد كاين مسامر مصددين، كاين واحد التصويره فيها التشطاب تاع واحد الطفل يسميوه بيبو، وهذا بيبو صاحب هذيك المسمومه اللي خلاو لها المفتاح. داير في الايميل تاعها كتبت بيبو اللي راه من عين مليله، اذا قدر ربي وصلك الفيديو غير رقي خونا، رانا لقينا عليك عجب العجائب هذا اذا ما زلت صحيح، نتمنوا يكون بخير. على كل حال كي شافوا هذه الحاله صاريه سمعوا هذيك المسمومه في الكولوار جايه تجري، جوست خرجوا لها حبسه مشوكيه منهم. بعد ايام البنات فهموا وفهمتني كاتيا واش صرا، قالت لي كاتيا باللي هذيك المسمومه كانت حاسبه باللي رانا جايين نهار الحد، على خاطرش حنا كي جانا رايحين قلنا لها باللي عندنا تي دي نهار الحد، وحنا جينا نهار السبت هكذا باش نكونوا الاز. وثاني كاتيا وصحاباتها كي عاودوا ولاو للاقامه تلاقاو مع صحاباتهم الاخرين، وهذيك المسمومه ما كانتش مع هذيك المجموعه اللي تلاقاو بها. كي طلعت كاتيا وصحاباتها لهذيك الشومبره هذيك المسمومه تلاقات مع هذيك الجماعه، هما اللي خبروها باللي كاتيا وصحاباتها راهم ولاو راحوا للشومبره تاعهم، بصح ما قالوا لهاش هكذا شغل بيعوا لها ولا على حساب واش قالت لي كاتيا، قالوا لها شغل بصافي النيه. ولتما هذيك المسمومه فاقت وراحت تجري للشومبره باش تلحق بهم، وكان في راسها باللي عندهم مفتاح واحد واللي راهو عندها ديجا. على كل حال كي شافوها هكذا سقساوها قالوا لها واش راكي ديري هنا وعلاش درتي هذا الشيء، وضربوا معاها وصارت كبيره بزاف. دوكا كيفاش يرمي ويتهناو من هذا الشيء اللي راهو يشوفوا فيه الله اعلم، ما كان حتى واحد كان يقدر يعاونهم، ومام هما ما كانوش حابين يعيطوا للعائله تاعهم. ديجا داك راكم تقسيو علاش ما عيطوش للعائله تاعهم كي بداو يصراو ديك الحوايج في الايام الاولى. قالت لي كاتيا على خاطرش العائله تاعنا محافظه، وكنقولوا لهم واش صرا لنا رانا 90% يحبسونا من القرايه ويعاودوا يرجعونا للديار. كانت كاينه غير الام تاع سيرين اللي من الممكن تحتفظ بالسر، وين ما لقاوش حل واحد اخر من غير يعيطوا لها ويقولوا لها كيفاش نديروا. عيطوا لها وقالت لهم شيروا بزاف الخل، فرغوا فيه الماء وسيقوا هذيك الشومبره بالماء والخل
الخل، وما هذوك الحوايج اللي شفتوهم رشوهم بالخل وان شاء الله خير. داروا واش نصحتهم هذوك الام نسي يقوم مليح الحاله، ولكن هذاك النهار جوزو ليلى الرعب باتم معنى الكلمه. جاتهم واحد الريحه غريبه، ما هيش مليحه وما هيش فايحه، ما زديرونجي، ما هي اغريابل، ما فهموش شنو هذيك العفسه. الحس تاع الثقه راني تحل ويتغلق، الباص يتحرك. كان امام وحده منهم قالت لهم بلي راني حاسه بلي كاين واحد يمس فيا. من المستحيلات الرقدوا في هذيك الحاله. البنات في ثلاثه كانوا ميتين بالخوف، تلموا كامل مع بعض باش ينقص شويه الخوف، ولكن كيف كيف الحس من كل مكان. هذيك الرائحه تخوف بزاف، لدرجه وين في وسط الليل قرروا باش يروحوا للشومبر الوضعيه ويباتوا في الارض، على خاطرش كما يقولوا انفيفابل ما يقدروش يعيشوا تما. كما كان الحال راحوا للشومبر الوردية وقرروا باش يخليو تليفون يخليوه يشغل في القران في هذيك البيت الكبيره. وكاتيا هي اللي خلات التليفون تاعها تما وراحوا للشومبر الوردية. قالت لي الشومبر الوردية كان الكالم تما، كان الهدوء. قالت لي مارغري كنا راقدين في الارض يعني في الكارلاج ديريكت، هكذاك قدرنا نرقدوا هذيك زوج سوايع ولا ثلاث سوايع. وكيف طنوا كاتيا راحت لهذيك الشومبر الكبيره باش تروح ترفد التليفون تاعها، ولتما حكمتها الدهشه، عينيها تحلو. خاطر كي رفدت التليفون تاعها وشافته لقات لا فيشار محروق ولا باتري منفوخه. كدات الريباراتور قال هذا ما يتخدمش، على خاطرش بكل بساطه دخلوا الماء. منين جا الماء الله اعلم. من هذا الحديث كاتيا وصحاباتها ولاو ما يديروا لا من في حتى وحده، وجربوا باش يبدلوا الشومبره هذيك الكبيره باش يعاودوا يوليو كما كانوا في ثلاثه في شومبره صغيره، ولكن كل ما يروحوا الاداره يصرى مشكل. صار عرق على اللي متخليهمش يتفارقوا على هذيك الشومبره، دونك قرروا باش يرفدوا الفراش تاعهم من الشومبره الكبيره هذيك، يديهم للشومبره الورديه باش يباتوا تما ويغلقوا الشومبره الكبيره هذيك. قالت لي كاتيا كي بدينا نباتوا في هذيك الشومبره الورديه في الايام الاولى كانت هايله، الهدوء عندنا بزاف، ما رقدناش اليز هكذا. ومام في صحتهم بداو يرفدوا روحهم، على خاطرش كي كانوا في الشومبره المقابله كانوا بداو يرقاقوا بداو يضعفوا. على كل حال عاودوا ولاو للقرايه تاعهم، ولاو يروحوا ليكور، نقصوا المشاكل في حياتهم. ولكن ما مروش ايام كثيره حتى ولاو يسمعوا اصوات ضجيج في الليل جايين من الطابق اللي تحتهم، ولكن ماشي كل يوم، بعض الايام هكذا. هذيك الحسوه كان بزاف ناس رافدين واحد العفسه تاع الحديد ويضربوا بها السقف تاعهم، ماشي غير الصوت برك اللي رونجي. ومام الشومبرة تبقى تتحرك وكأنها راح تريب. وتاني كاتيا من هذوك النوع تاع الناس اللي يزعفوا بالخف اللي يتقلقوا. النهار الاول كي سمعت هذاك الحس وهذيك الحركات ما قالت والو ما هضرتش، ولكن بعد ايام زاد التعاود، نضوا كاع البنات من هذاك الحس والضجيج. وكاتيا في وسط الليل رفدت مونشابالي، خرجت من الشومبرة تاعها بالبيجاما، هبطت للشومبرة هذيك التحتانية، هبطت تسب وتعاير، لحقت لهذيك الشومبرة بدات تخبط في الباب وقاعدة غير تعيط وتسب وتقول لهم راكم تمكروا فينا في الليل، ما راكمش تخليونا نرقدوا، قاعدة غير تعيط تعيط وتخبط في الباب، ولكن ما كان حتى واحد يحلها الباب. حتى خرجت لها وحدة في كل ورقه لها واش كاين، جاوبتها كاتيا قالت لها سمحي لي اذا كان نوضتك ولكن هم دايرين لنا حاله هذو البنات. جاوبتها هذيك الطفله قالت لها ما تقلقيش عليا انا، على خاطرش راهو العام الاخر تاعي هنا، راني سهره مع الميموار يعني مازال ما رقدتش. قالت لها روحي نهضر معاك دقيقه. كي جات عندها كاتيا قالت لها هذيك الطفله هذيك راكي تسمعي اصوات غريبه، يا والله ما راكي شايفه حتى حاجه. قالت لها بلي راني عندي 5 سنين هنا، شفت العجب باتم معنى الكلمه، يعني الشيء اللي سمعتيه قولي سمعتيه بودن وودن وحده اخرى ما سمعت والو، وروحي ترقدي اذا كان حبيتي غدو ان شاء الله نتلاقاو ونحكي لك كلش. كاتيا نشف فيها الدم طلع الشومبرة تاعها، قالت لصحاباتها واش قالت لها هذيك الطفلة، صحاباتها تشوكا. وهذيك الليلة جوزوها كحلة، غدوة من داك تلاقاو مع هذيك الطفلة اللي تلاقاتها كاتيا في الليل، وقالت لهم باللي الشومبرة اللي طبطبتوا فيها البارح ما كان كاين فيها حتى واحد، هذيك الطفلة اللي تعيش فيها ما راهيش تقرا هاد الأيامات وراهي روحت لدارهم. وقالت لهم باللي هذه الطفلة فري ما عندهاش الزهر كيما داروا لها هذيك الشومبرة، على خاطرش كانت عاقلة ناس مليح تقصر تضحك، ولكن ملي بدلت ورحت لهذيك الشومبرة ولات ما تهضر مع حتى واحد وأرعب من هاد الشيء. دي فوا في الليل يسمعوها تبكي ولا تعيط وتكسر الحوايج داخل الشومبرة، ولحقت مام واحد الخطرة سمعوا الصوت تاعها وتبدل ولا صوت غليظ وتاع راجل. وحكات لهم ثاني واحد الحادثة اللي صرات وشهدوا عليها كاع البنات في هذيك الإقامة، قالت لهم باللي نفس الطفلة اللي تسكن تحتكم، قالت لهم ثاني مدار تحس كبير في الشومبرة تاعها بالتكسار والعياط، اضطروا لي زاجون باش يعيطوا العائلة تاعها وجيبوا لها راقي حتى لهذيك الإقامة. وبالفعل جابوا لها هذاك الراقي، كي رقى لها بدات تعيط وكلش تخلط هذاك النهار، البنات كامل في لي كولوار لي زاجون كانوا يدخلوهم في الشنابر. على كل حال تخلط هذيك الليلة وتخلطت أكثر موراها، على خاطرش كاين بعض البنات شهدوا باللي شافوا خيال تاع راجل يتجول في هذيك الاقامه. والاغلبيه من هذوك البنات كي شافوا هذاك الخيال بداو يتوجهوا ليه بلا ما يفيقوا هكذا برك، وكانه جبد فيهم. وكان وحده بالاخص قريب فقدت الحياه بسبب هذا الخيال، كانت في الكولوار تتبع في هذا الخيال وداها الطاقه مع العين بلي هذيك الطاقه تاع الاقامه جايين كبار بزاف، يعني كانت قادره نورمال ترمي روحها من تم وتموت، ولكن كانت معاها صاحبتها حكمتها وما خلاتهاش.
واش رايكم خاوتي في القصه؟ مع العلم باللي الحكايه صارت عندها 4 سنين، كاتيا وصحاباتها في هذا العام تاع 2023 راح يكون العام الاخير تاعهم ويتخرجوا. قالت لي باللي عندنا 4 سنين وحنا عايشين في هذيك الشومبره الورديه في الضيق هذاك. قالت لي راهي بزاف خير على الشومبره اللي مقابله لينا هذيك الكبيره، ولكن راهم يصراو احداث غريبه جدا، ولكن تاقلمنا معاهم وربي يوفقكم ان شاء الله. ان شاء الله تنجحوا هذا العام. وانتم اذا كان عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك، وقولوا لي في لي كومونتير اذا كان ندير لكم حكايه واحده اخرى على هذه الاقامه، ولا خلاص يكفينا ونروحوا على حكايات واحده اخرين. بيان سي اذا كان مازال ما تابونيزوش اتابونوا وفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد، كل قصه جديده خاوتي تلحق لكم ديريكت. وثاني خليونا نلحقوا 1,400,000 مشترك. اذا كان عجبتكم هذه الحكايه يعني سير بلي تعجبكم هذا الفيديو اللي فيه 3 قصص، ولا شوفوا هذه اذا كان مازال ما شفتوهاش، هي قصه واحده اخرى تاع هذه الاقامه. انا نقول لكم تهلاو في روحكم بزاف بزاف، تلاقوا المره الجايه في فيديو جديده ولا يومين في البث المباشر على 7 تاع العشيه، تلقاو الرابط لتحت. اتحبوا.